ولكن لما بان لي ما نهضرش في الماضي، لا هضرنا في الماضي، نعقل الكل. حنا بغينا من البلد هذا المشكل ديال الغرف اللي صرنا اليوم خدمنا على اساس وخدمت يعني تكلمنا على اساس وانا تحاول بغينا حتى اللي ما كيعرفش يهضر في اللي ما عرفش الغرف يقول شي حاجه. عارفكم كتشوفوا الغرف شي حاجه كبيره ولكن غير قول لنا نقول لكم ما كاينش كاين واش حنا بغينا نقولوا كلنا مع بعض كلنا نقول كلمه حنا المشكل ديالنا هاد اللقاءات ماشي اللقاءات كنضيعوا فيها الوقت ان شاء الله غادي تعطي الثمار ديالها ما فيهاش الشك اما غادي الثمار اما كما قال لك انا غادي نمشي انا بعدا غادي نمشي نمشي بحال فاش قلت لك فاش نقاش انا ما عندي ما ندير شي حاجه واخا تقدرش انا غير كنت شويه تخسر او نمشي بعد منك انا سيدي اليوم كنقول ان الغرفه راه النادي ديال رجال الاعمال والنادي ديال التجار ديال المهن النادي ديالهم انا سيدي ما يمكنش يحكونا في الخانه ديال الدوله في الخانه ديال الجامعه ولا حنا التجار رجال الاعمال عندنا افكار مع الدوله ديال البلاد عندنا باش نطلعوا بلادنا معناه خص الدوله والحكومه تتعامل معنا الا بغات الاقتصاد يزيد ما كانش هذا المصاري اللي جابوا راه يمشي بحالهم فاش واحد جبتيه فشي بلاصه واستمر وخليتيه ما كتهضر معاه ما عمرك وصلتي عنده مع الخدامه كتعرف الخدامه اليوم كاين غير تعاون معاه كيف عمرنا فاز بالنسبه له شي حاجه الا ما كانش الغرف كيواكبوا هادشي حنا بغينا نخدموا بلادنا وعندنا اقتراحات مع حنا صراحة اللي هو وصيح لنا هو وزارة الإشارة حنا وزارة الداخلية كنحترموها كنقدروها ولكن الانتخابات ديالنا ما عندناش حنا الانتخابات ديالنا نديرو مع وزارة التجارة والمالية ثلاثة الحاجة حنا من خاص الإحصائيات ديال التجار يكونوا في غرفة مع من مع المالية ومع التجارة باش نكونوا واقعيين إن الداخلية ما حطوش على كل شيء عاوتاني لوحوا عليها الجماعات لوحوا عليها البرنامج لا التجار خاصو يكون نادي 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 هنا واحد النيفو اللي كيمارس وكيحل المشاكل ديالو بسهولة وكي أنا هذا اقتراح ديالنا هو أن هذه الغرفة تصدر شيء بالنادي وخصنا حنا كنعرفو نصور راس اللي حنا غير طلقونا حنا هذه الغرفة بلا ما يعطيونا ميزانية حنا نديرو ميزانية الغرفة ديالنا الغرف ديالنا أنا من تيخرج الأعمال غيخلقو قطاعات غيخلقو فين يدخلو الإمكانيات المادية باش يمشيو هذا هو حنا اليوم إن شاء الله اللقاء الأول واللقاء الثاني افكار سلبه كبيره دق دق الحراره ديال البلد ورفع عشم شوف كما قال لك شي حاجه كيجيو خصك تضيفو هذا هو هذا كنا نديرو دابا هذا الشيء كنديرو هذا الشيء كنديرو دابا حاليا كنضيفو كنضيفو كنديرو ولكن حنا مغاربه هذا من تربيتنا من اخلاقنا ولكن اليوم الله يخليكم بغيت نحط لكم الافكار ديالكم راه قلت لكم اللي عارف الغرف واللي غير كيسمع عليهم خصنا نسمعوهم خصنا تكلموا الاساتذه اللي هما كاينين راه حتى هما عندهم قدره على بلادهم وباغيين نخلوا بلادهم وحنا اليوم جالسين باش نناقشوا